إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، متابعي ومشاهدي قناتكم قناة القديانات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء أننا نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات يومية تسجين. لكن قبل ذلك، باسمي وباسم الطاقم التقني ديال القناة ديال القضية، على الخصوص سي هشام زريري مخرج القناة، كنتقدم لكم بالاعتذار ديالنا لهذه الغيبة اللي كنا مضطرين كسائر المغربيات والمغاربة، وحنا كنتبعوا الإنجاز التاريخي اللي حقوه أسود الأطلس مونديال قطر 22. هذا الإنجاز التاريخي الغير المسبوق، وهي فرصة من خلالها كنتقدموا بالتهاني ديالنا الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله ونصره، وإلى كافة مكونات المنتخب الوطني المغربي ورأسها المدرب الوطني سي وليد الركراكي. أيضا كنتقدموا لجميع شرائح المجتمع المغربي والمواطنين والمواطنات، وكنبغيو أيضا نهنئ أنفسنا بهذا الجمهور الجديد اللي ولى عند الرياضة المغربية وخاصة كرة القدم، وهو جمهور النساء، ومن هذا المنبر كنحييهم وكنشد على أيديهم بقوة. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، اليوم غادي يكون لنا لقاء مع قصة أخرى، وكيف ما كنقولوا دائما، القصص ديالنا راه ماشي للفرجة وإنما للعبرة. القصة ديال اليوم كتتعلق بالسجين إلياس، قصة مؤلمة واللي من خلالها غادي نعرفوا واحد المجموعة ديال الأحداث ووقائع مؤلمة غادي يكون الضحية ديالها هو السجين إلياس. السجين إلياس شاب مغربي عنده 28 سنة، شاب وسيم خلوق، إنسان متخلق مؤدب، كان كيشتغل في شركة، وكان كيشتغل في واحد البوست اللي هو حساس. العمل ديالو كان هو المدير التجاري ديال الشركة، كان كيحظى بواحد الثقة كبيرة من طرف الباترون ديال الشركة، كان مهلي فيه وما خاصو معاه حتى خير. إلياس الهم ديالو أنه كان كيخدم وكيتعب وكيشتغل باش يعيش وباش يعيش معاه الأم ديالو بعد الوفاة ديال الأب ديالو. إلياس كسائر الشباب تعرف على واحد البنت، عجباته هذيك البنت، عرض عليها الدعوة ديال الصداقة، رحبت بها وما بدات حتى شي مانع من الموانع. بدات الصداقة ديالهم ماشية خطوة خطوة. إلياس دخل هاد العلاقة والشعار ديالو هو أنه يفيض النية، وأنه ناوي المعقول وناوي الحلال، ولكن كيف ما كيقولوا النية وقلت النية ما كيتلاقاوش. إلياس دائما كان حريص في هذه العلاقة على أنه يبين لها الجانب المضيء فيها، كعملها مزيان ما كيخسر ليها حتى شي طلب، واي طلب جا منها فبطبيعة الحال ما كيرفضوش إلياس عن حسن النية. بطبيعة الحال كل مرة واشنو كتطلب منه، مرة كتقول لي شري لي خاتم كيشري لها، مرة دبليش كيشريه لها، مرة سنسلة، طلبات ديالها بدات كتكثر،
وبالموازاه معها ايضا تعلق ديال الياس بها والتشبث بها والحفاظ عليها والخوف انه يخسرها خلاه دائما ان العينين ديالو كما كيقولوا كيبقاو غامضين وما كيشوفش الحقيقه. الحقيقه لهاد الانسانه كانت فقط كتبتزو وكيف ما كنقولوا كتبروفيتي فيه، هو ما على بالوش كيغدق عليها بالفلوس. تزادت الطلبات ديالها لدرجة انه في واحد النهار الياس مشى كيتفحص الكونت بونكير ديالو، هنا فين غتكون الصدمة ديالو، لقى صفر درهم، زيرو درهم، ما قال ليها والو. ومع ذلك بقى مقاوم هاد الطلبات ديالها بالماندا الشهرية ديالو، لدرجة انه حتى اثار الحفيدة ديال امو بدات كتستغرب وكذا، وفين كيمشيو الفلوس ديالك، ياك ما انت مبلي، ياك ما انت كذا، ياك ما انت كذا، ياك ما انت كذا. واحد النهار الياس ملي كثرت هاد الطلبات حاول من وجهة نظره انه يوضع عليها حد، وذلك انه يتزوج هاد الانسانة هادي. فعرض على امو الفكرة، قالت ليه مو ما كاين حتى مشكل، جيب لي هذا الانسان نتعرف عليه ونشوفه الا كان تلقى لك ما كاين حتى مشكل. فعلا جات، داروا لها شي غديوه في الدار، جلست معاهم، تكلمت معها الام ديالو، خدات منها بعض الحويجات، فين كتسكن، الى اخره الى اخره. فكتعرفوا الامهات كيخافوا على ولادهم، وبطبيعه الحال غادا دير واحد البحث كبير على هذه الانسانه، وغادا تعرف على انها راه ما تصلح. الياس ما بغاش يشد الهضره ديال امو والكلام ديالها، وبقى متشبث بالموقف ديالو نظرا للتعلق الكبير ديالو بهاد الانسانه هادي. لكن اللي غادي يوقع من بعد شيء خطير، طلبات ديال هاد البنت هادي بدات كتكثر. واحد النهار جات وقالت لي الدار ديالنا راه خسرات لهم التلفازه وخاصهم التلفازه. فما كان على الياس الا انه يلبي ليها هذا الطلب، ومشى هو وياها عند واحد السيد كيبيع ويشري التلفازات، وطلب منه تلفازه. هاد التلفازه هادي غادي ياخذها كريدي، والياس غادي يبدا يخلص 500 درهم كل شهر. 500 درهم نقصات من الصالير ديالو، من الماندا الشهريه ديالو. ماشي غير هادشي فقط، مره اخرى جاتو وقالت لي الدار باغين فراش، وراه خصنا فراش ضروري، وخصنا فين نستقبلوا الناس، وخصنا كذا وخصنا كذا. وبقات كتبكي عليه وتاثر عليه. مشى عاوتاني عن طريق شي صديق ديالو، مشى عند شي واحد كيبيع ويشري داكشي ديال السدادر، وفعلا حتى هاد الفراش ديال الدار ديالهم غادي ياخذوا كريدي، وغادا تكون الطريطه الشهريه هي 14000 ريال، يعني 700 درهم زيد عليها 500 درهم ديال التلفازه، يعني واحد المبلغ مهم بدا كيمشي من الماندا. الشيء اللي غادا تنتبه ليه الام ديالو وغتسائل، وغادا تنوض بينه وبينها مشاكل، وغادي يكون هذا السبب ديال الام ديالو باش غتقاطعو وغتمشي تجلس مع واحد الاخ ديالها. من بعد مضي تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور، جاء الموعد ديال الجرد السنوي. لكن اللي غادي يوقع من بعد وهو ان الياس وبفعل وبالضغط ديال هاد الاكراهات الماديه اللي ولات كتلزموا هاد السيده هادي، الماندا ديالو مبقاش قاده. فالشيطان غادي يوسوس له وغادي يوقع في المحظور، وغادا تمد اليد ديالو للفلوس ديال الشركه، وايضا داكشي اللي كانت كتبيع وتشري فيه الشركه واللي كان عباره على مواد ديال التنظيف، مواد نظافه. مره غادي يزعم الياس وغادي يبدا يسرق من المخزون ديال الشركه ويبيعو على برا. ومره اخرى بدا كيزور بعض الفواتير،
المهم ان الياس غادي يخون الثقه ديال الشخص اللي كان كيثيق فيه بواحد الشكل كبير واللي كان حاسبه بحال ولده، وغادي وكما كيقولوا الشمس ما كيغطيهاش الغربال، وساعة الحقيقة لابد ما يجي الأوان ديالها. وفعلا كان في شهر دوجنبير من كل سنة كتقوم الشركة اللي كيشتغل فيها إلياس بواحد العملية ديال الجرد انفونتير، باش كيشوفوا اشنو تباع واشنو اللي مازال واشنا هي الارباح اللي حققت الشركه الى اخره. يعني المسائل الماديه كتتم الدراسه ديالها والتحليل ديالها والبحث فيها بواحد الشكل مدقق بواحد الشكل كبير. لما جاوا المسؤولين ديال الشركه وقاموا بهاد العملية ديال الافتحاص وهاد العملية ديال الجرد، فلقاو مبلغ مالي مهم نقص من المداخل ديال الشركة، وحدوه في تقريبا 50,000 درهم. من بعد الاجتماع ديالهم خبروا الباترون بلي إلياس هو المسؤول الحقيقي على هاد العملية ديال الاختلاس. استدعاه الباترون وطلب منه توضيح، لكن إلياس ما كان عنده ما يجاوب، وقال له باللي هو فعلا المسؤول على هاد الاختلاس، وكان الظروف كانت ممرضة وكانت كذا كانت كذا. ولكن درجة الغضب ديال الباترون عليه كانت كبيرة وكبيرة بزاف، فتمت المتابعة ديال إلياس. ظروف الحبس والواقع القاسي ديال الحبس خلى إلياس أنه ما يتقبلش هذه الوضعية الجديدة، وتصاب بواحد الانهيار عصبي، شيء اللي جعلو وصحابه ناعسين بالليل. دخل للطواليط عمر جوج سطول ديال الماء وبدا كيعوم مع ديك الثلاثة ديال الليل أو الربعة ديال الليل وسط صحابه، وكيغوت واحد الغوات غير مفهوم. جاو الحراس كيجريو دوه للمصحة، وفعلا تبس على ان الياس فقد العقل ديالو. بقى في المصحة كيداوى تقريبا 3 شهور وهو كيداوي فيه بالمهدئات، وخا تقاضى ديك 3 شهور الا ان الياس تصاب بواحد الحالة ديال الانطواء والانعزال، مابقى كيهضر مع حد، مابقى كيتكلم مع حد غير بوحدو، كيفكر ساهي وربما ما عقلش على حتى اللي دايرين به. كانت هذه القصة ديال إلياس، القصة ديال النية وقلة النية. الإنسان قبل ما يبني واحد العلاقة معينة لازم أنه يقلب ويبحث مزيان على هذا الشريك في هذه العلاقة، كيفاش داير الأخلاق ديالو، كيفاش داير الماضي ديالو، كيفاش داير الحاضر ديالو. ما نبقاوش دايرين النية بلا قياس. كانت إخواني أخواتي هذه الحلقة ديال السجين إلياس، وإلى أن يتجدد اللقاء بكم، هذا سعيد السمراني وهشام زريري يقولني لكم كل دقيقة كل ثانية، وأنتم بألف ألف خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله.